مشاهدينا الكرام، بشأن هذا الموضوع من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، مرحبا بك معنا. إذا رابطة الشفافية الدولية ذكرت أن المخدرات تدخل إلى العراق بآلاف الأطنان سنويا، من المسؤول عن دخول تلك الأطنان من المخدرات إلى العراق؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. بات واضحا ومعلوما لدى الجميع أن ميليشيات الحشد الشعبي هي التي تقود تجارة المخدرات بشكل رسمي وواضح وبكل الاتجاهات، لأنها مرتبطة بإيران وبالحرس الثوري الإيراني الذي يعده أن تجارة المخدرات أحد أبرز مهمات المصادر المالية له. ولذلك جرى عملية تنويع المخدرات، واليوم العراق نعم يستورد من إيران ويوزع إلى دول العالم عبر العراق لنقلها عبر حدود سوريا باتجاه لبنان باتجاه الميناء، وأصبح العراق اليوم هو الموزع الرئيسي نيابة عن إيران للمخدرات. لكن هناك ظاهرة مهمة في العراق تقودها ميليشيات الحشد الشعبي، وهو أنها تسيطر على مناطق مهمة لا تنسحب منها ومتمسكة بها. أحد أهم أسباب هذه القضايا أنها باتت مزارع رسمية للمخدرات تحصد ملايين الدولارات من خلال هذه التجارة، وبالتالي منطقة القائم في غرب الأنبار وكذلك مناطق في الموصل وجرف الصخر وفي حزام بغداد بقربها على نهر الفرات ودجلة، هناك مناطق أصبحت مزارع خصبة للمخدرات، ومن ثم هذه الزراعة حقيقة لاقت قبول لدى تجار المخدرات الدوليين، فضلا على دخول ميليشيات حزب الله اللبناني في تدريب كوادر ميليشيات الحشد في فتح صالات للقمار وللدعارة ولغيرها من المشروبات الكحولية لتجميع الشباب هناك وتوزيع المخدرات وبيعها عليهم. وفي رصد حقيقة لبعض المصادر المطلعة أكدت على أنه يومياً يتقاضى هذه الميليشيات عبر هذه الصالات المنتشرة في بغداد مليونين دولار، لذلك كان أبرز حماية هذه الصالات لميليشيات عصائد قيس الخزعلي وكذلك حزب الله والنجبات والميليشيات الأخرى تأتي تعاباً. هذا ما دعا حاكم الزاملي بأن يقر بأن رشا تجار المخدرات للمسؤولين هو السبب في سكوت الحكومة عنهم، أين إذن دوائر الرقابة في ظل هذا الاعتراف من رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق؟ من المعلوم أنه عندما رأيتم قصة حمزة هذا التاجر المخدرات الذي هو بالواجهة، رأيتم كيف أنه كان يقود حملة انتخابات للمالكي وكيف يكرم من حنان الفتلاوي ويكرم من عمائم ميليشيات الحشد بسيف الإمام علي وكرم بدروع وهو يكرم الآخرين، وهو الآن الكل تبرت وتعتبره تاجر المخدرات ورئيس المافيات، مع أنه حقيقة صغير بالاسم وهناك من خلفه جهات أكبر، ومعلوم تماما أنه هذا الشخص المدعو واضح، لذلك هو يدير أكبر مافيات بالصالات داخل بغداد ويكرم من أطراف حكومية وتحميه أطراف حكومية. حتى في قضية اعتقاله الأخيرة التي أعلنت ميليشيات الحشد، هو لأنهم لا يريدون أن يقر باعتراف بعض قادة الحشد أنهم هم الذين يأخذون الأموال منه بشكل مباشر وهو يقود هذه القضية. لذلك الحكومة متكونة من هذه الميليشيات وهذه الأحزاب، لذلك هي ترعى وكل دوائرها المشكلة سواء دوائر الفساد وغيرها ترعى تجار المخدرات لأن لديها نسب مالية واضحة. ولكن تأثير ذلك في المجتمع أستاذ عبد القادر، بعد ضبط شرطة البصرة الآن 20 أداة متنوعة لتناول المخدرات في إحدى المدارس المتوسطة، وهذه مدرسة متوسطة للبنات، يعني يجدر السؤال هنا عن خطورة تزايد تجارة المخدرات على المجتمع ولا سيما شريحة الشباب بنين وبنات. من المؤكد هي دمار للشعب العراقي، وهي أكثر من قنبلة نووية استهدفت الشعب العراقي، لأنها حقيقة تريد إنهاء دور الشباب، وهذا مشروع إيراني أيضا من طرف آخر ومشروع إسرائيلي، لذلك تلتقي المصالح في ترويج هذه المخدرات. الأصعب حقيقة والحقيقة المرة أن هذا الترويج هو ترويج
أمني، يعني أن هناك أجهزة أمنية منها ميليشيات الحشد هي من تساعد وتحمي أماكن بيع المخدرات، لذلك أصبحت سهولة وصولها إلى هؤلاء الشباب الذين يجهلون أن تعاطيها سيؤدي إلى الإدمان وبالتالي سيؤدي إلى كارثة اجتماعية. نحن أمام كارثة اجتماعية. نعم أنا أقول وأتبنى هذه القضية من خلال خبراء في القضاء وخبراء من نقابة المحامين وغيرهم، أكدوا أنه أكثر من 40% من الآن هناك عملية توزيع لشرائح المجتمع العراقي هذه المخدرات، سواء عبر مشروبات الدخان المتنوعة أو يدس لهم بمشروبات أخرى، وبالتالي رويدا رويدا يبدأ بعمليات إدمان الناس، وبالتالي يوزع بمبالغ زهيدة في بداية الأمر من أجل أن يدمن هذا الشاب ومن ثم بعد ذلك يتم بيعه. ولذلك كل دور ومناطق بيع المخدرات في كل المحافظات حقيقة، في الأنبار، في الموصل، في بغداد، في البصرة، في النجف، كل هذه الأماكن أمام مرأة ومسمع الشرطة المحلية التي تنظر إلى بيع إلى هؤلاء التجار الذين يبيعون المخدرات ويأتون بحبوب الكبسلة إلى هذه المحافظات، لكن يعلمون أن لا هناك راجع ولا يمكن القبض عليهم لأنهم محميين من أطراف هي التي تقود المؤسسات الأمنية والعسكرية وتقود الملف السياسي في العراق. لذلك حقيقة ترويج المخدرات هو الأصعب والأنكى الذي دمر المجتمع العراقي بسهولة الوصول إليها. شكرا جزيلا لك من عمان هاتفين الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل.